مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أنت ونبيلة، مواضيع تشغل العالم العربي من المشرق إلى المغرب، نناقشها كما العادة كل يوم اثنين على شاشة قناتكم الحرة، ويمكنكم في أي لحظة المشاركة بالتواصل والتسجيل على صفحتنا على الفيسبوك لكي تكونوا جزءا من البرنامج. أيضا لا تنسوا أن تتابعوا حساباتنا وتخبرونا بآرائكم على تويتر وإنستغرام. الكثير من التعليقات والمشاهدات قام بها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على فيديوهات نشاهدها معا مثل كل أسبوع. بعد تعرضه لإصابة غيرت حياته في 2013 وإصابته بالشلل، عاد مارتن أشتون أسطورة الدراجات الجبلية مرة أخرى إلى الملاعب. كانت عودة أشتون بعد رحلة ملهمة ساعده فيها أصدقاؤه المقربين. حصل الفيديو على حوالي 1,000,000 مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي. في فيديو يحمل عنوان 100 عام من الجمال، قامت عارضة روسية بالوقوف أمام الكاميرا والظهور بإحدى عشر تصفيفة شعر مختلفة وإحدى عشر شكل مختلف لمساحيق التجميل في محاولة لمحاكاة جمال المرأة من أوائل القرن الماضي وحتى اليوم. حصل هذا الفيديو على أكثر من 3,000,000 مشاهدة على موقع يوتيوب. وفي فيديو آخر حصل على 31,000,000 مشاهدة، ظهرت امرأة حامل في الشهر الثامن مع ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، وهن تؤديان حركات راقصة في ردهة بيتهن. هذا العدد من المشاهدة غير مسبوق أبداً. قامت العجوز غانهيلد سوانسون البالغة من العمر 70 عاماً بالوصول إلى خط النهاية في سباق 100 ميل بفارق 6 ثوان عن منافسها، وبهذا تصبح سوانسون أكبر الفائزين في سباق أميال في التاريخ. وفي فيديو حصل على 7,000,000 مشاهدة، قام رجل بلا مأوى بالعزف على البيانو في أحد شوارع مدينة ساراسوتا بولاية فلوريدا، أنغام رائعة سمعها المرة. والآن مشاهدينا إلى الصورة التي أحضرتها لكم اليوم في اخترت لكم. اخترت لكم اليوم صورة بصراحة لم تعجبني كثيرا، ولكنها تعبر عن الواقع الذي نعيشه الآن. هي صورة لأسرة ذهبت في زيارة للجدة التي تجلس بلا كلام وحيدة، حيث أن كل أفراد الأسرة يحدقون في هواتفهم الذكية. لم يعد هناك مساحة للكلام أو التفاعل سويا. صورة ليست سعيدة ولكنها واقعية. كتب عليهم الشقاء، هم ضحايا للمجتمعات الفقيرة، ضحايا للظروف الاجتماعية والأسرية الصعبة، ضحايا الفقر والجهل والمرض. هم ظاهرة تزداد بشكل ملحوظ كل يوم، قنابل موقوتة تتحول إلى مجتمعات إجرامية تمتهن نشاطات غير مشروعة كترويج وتوزيع الممنوعات أو كالأعمال المنافية للآداب. عن أطفال الشوارع نتحدث اليوم، فقدوا براءتهم وطفولتهم في الشارع الذي لا يحتضن الفقير بل يسلبه كل شيء حتى الإنسانية. أطفال الشوارع لا يعرفون الفرحة ولا التدليل مثل أقرانهم من الأطفال الذين يعيشون حياة طبيعية. هم يتحولون بمرور الوقت مهما كان سنهم إلى أشخاص يحاولون فقط الحصول على قوتهم مهما كانت الطريقة، حتى وإن كانت غير قانونية أو شرعية. قبل أن نبدأ فقرتنا اليوم، دعونا مشاهدينا نشاهد سويا هذه اللقطات. Thank you.
معي اليوم شخصية خاصة جدا من الإمارات، فعلى الرغم من مجال عملها المرتبط بالأزياء وأحدث الصيحات في الموضة، وهذا بحكم مهنتها كمصممة أزياء، إلا أن هذا لم يمنعها أن تحصل على لقب سفيرة للنوايا الحسنة بسبب اهتمامها بالعمل الخيري وخاصة بتعليم ورعاية أطفال الشوارع. معي اليوم سيدة منى المنصوري من أهم ناشطات العمل الإنساني في العالم العربي. أهلا وسهلا بك، كيف أنت ونبيلة؟ حياك الله، مرحبتين. طيب أولا في البداية منى، أنت أصلا في الأصل مهندسة ومهتمة بكل ما يتعلق بتصميم الأزياء والموضة، ولكن عندك نشاط كبير في العمل الجمعوي. ما علاقة كل هذه المجالات ببعضها؟ شوفي، هو الإنسان ما يقدر ينفصل عن المجتمع اللي هو فيه، والإنسان ما يكون له قيمة. أي نجاحات يحققها على الصعيد العملي أو العائلي أو المجتمعي، إذا ما كان في حس إنساني أو شيء إنساني، أعتقد ما راح يكون لطعم لأي نجاح أو أي عمل. العمل الإنساني يعطي قيمة لكل شيء في حياة الإنسان. نعم صح، يعني العمل الإنساني أكثر شيء بيغذي الروح اللي بيعطي طاقة. نركز طاقة بيعطي طاقة للإنسان، وبيبارك لك في كل شغلك. يعني هو عمل اللي يشتغل فيه بيشعر فيه. لهذا دائما بنجد انه الناس كثيره بيكونوا مركزين دائما على العمل الانساني، واحنا بنسال نقول كيف بيقدروا انهم يضحوا بوقتهم، يضحوا بمالهم، يضحوا بجهدهم لهذه الاشياء، ولكن هم بياخذوها كارتياح نفسي بحسوا بها. طيب يعني احنا اليوم نتكلم عن ظاهره اطفال الشوارع، اذا تكلمتي على هذه الظاهره في العالم العربي شو ممكن تقولي؟ شوفي، ظاهرة الأطفال الشوارع، أنا سميتهم أطفال بلا مأوى، لأن كلمة أطفال بلا شوارع هذا نوع من الجرح، أو يزيد حتى من معاناتهم. المصطلح نفسه مؤلم جدا، فنحن نقول أطفال بلا مأوى. الأطفال بلا مأوى لفت انتباهي في بعض الدول العربية، بدأ تضخم الأحجام مالتهم، ولاحظت في مصر عدد صار كثير كبير. أنا تعرفت على مجموعة منهم، تعرفت عليهم عن قرب. عالم غريب. سافرت هناك لمصر لهذا الهدف فقط؟ لا، كنت دائما لما كنت أسافر كنت أتعرف عليهم. بدأت تصير في علاقة بيني وبينهم، بديت أسمع عن حكاياتهم، عن قصصهم. تألمت كثير لبعضهم، وكسر خاطري بعض الثاني. لما مثلا أنه مصر والإمارات، التواصل معهم كان سهل أم صعب؟ لا جدا سهل، بالعكس. مصر، أنا أول ما طرحت فكرة المدينة كفكرة وكيف تكون متكاملة، حتى راح نسوي لهم أسر بديلة، يعني راح يكون في أب بديل، أم بديلة في مصر، داخل المدينة للأطفال المدينة اللي بعيشوا اللي فيها. راح نسويها هذه. حصلت رحاب حتى من فئات المجتمع، يعني حتى إجاني أساتذة جامعة من أمريكا، في من المصريين اللي عندهم جنسية الأمريكية، في من أوروبا، في من الكويت. وجدت ناس كثيرة عندهم كم من العطاء، بس مو بعارفين كيف يوجهونه. وما تتصورين، أول ما أعلننا وألقي الضوء على فكرة مدينة أطفال بلا مأوى، عشان نشرح فقط الفكرة، أنه فكرة مدينة أطفال بلا مأوى هي الفكرة اللي أنتوا عملتوها، واللي هي عبارة عن مدينة كاملة تستقبل الأطفال اللي هم بدون مأوى، وتجعلهم مأوى جديد. لكن في فئات مع أسر، لا في فئات، هذا اللي احنا قاعدين نتكلم عنه. في فرق بين أطفال بلا مأوى اللي هم يتسولون في الشارع ويرقدون، ينامون تحت الكباري والجسور، يفترشون الأرض. وفي أطفال بلا مأوى اللي هم عندهم مأوى، يعني أسرهم تشغلهم طول النهار ويرجعون. هذيلا كمان فكرنا كيف نحن يعني نحصر أعدادهم، نسوي لهم بطاقات قومية فيها بصمة كل طفل، ويكون محدود، يعني يكون في صار قانون، مش يلا روح، يعني كل واحدة أسرة عندها 4-5 أطفال روحوا اشحتوا طول النهار. تشغيل الأطفال وأرجع أصلاً يعني ممنوع. أيوة، فهذا نبغي نحن يكون تحت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، إن هذيل اللي عندهم أسر ويشغلونهم الأسر يكون عندهم بروسيجر أو رولز يمشون عليه، تكون لهم بطاقات ويقننوا الأشياء بالضبط، يكون عندهم. والبنات ما يشتغلون. أنا في بنات أشوفهم الساعة 4 الفجر، من يعني تبتدي البنت تطلع من 12 في الليل لين 4 الفجر، يعني غير مناسب. يعني أبدا غير مناسب. فهذا طيب ممنوع. يعني احنا معنا اتصال الآن من منى من المغرب. أهلا بك يا منى.
طيب منى، احنا الان نتكلم، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك. منى، احنا نتكلم عن ظاهره اطفال الشوارع او اطفال بدون ماوى، برايك لماذا تنتشر هذه الظاهره في مجتمعاتنا العربيه؟ اولا انا كنظن بان ظاهره اطفال الشوارع هي ظاهره اللي كتنمى بشكل خطير في المجتمعات العربيه ديالنا، واللي الاسباب ديالها عده اسباب، يعني بالاساس كتكون كتنطلق غالبا من المشاكل الاسريه، فغالبا كيكونوا الطلاق، انا كنعتبر الطلاق هو السبب الرئيسي في اطفال الشوارع، يعني الاطفال كيكونوا عرضه لواحد التفكك الاسري، فما كيبقاوش يعرفوا واش يمشيوا مع الاب او الام، وبالتالي كيخرج الدري كيخرج للشارع، كيبقى داك الملجا ديالو في الشارع، وكيتعرضوا بزاف للاستغلال، كيتخلى عليهم. طيب انا اليوم عندي منى من المغرب ومنى معايا في الاستوديو. طيب منى، انت موافقه الراي، يعني عدد الاطفال اللي عندكم انتم في مثلا في المشروع اللي في مصر، هما مثل ما قالت مشاركتنا الان على التليفون، بتقول انهم عددهم كبير، بيكون ضحايا خلافات اسريه. التفكك الاسري هو تقريبا نقول 60% من اطفال الشوارع الموجودين. يعني ام تتطلق بعدين تتزوج غير، الاب يتزوج، الطفل يكون بين صراعات او تعذيب من زوجة الاب ويهرب. اطفال هم يهربون. احنا عندنا اتصال هاتفي من عند محمد من مصر. اهلا يا محمد. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام، رايك في الموضوع يا محمد كمواطن عربي؟ والله بالنسبه يعني الاطفال الشوارع، يعني الاسباب بتبقى كتير، يعني من اهم الاسباب مثلا السيوف والعنف الاسري، صح، والادمان والفقر. طيب وانت شايف بانه هل هناك حلول يا محمد برايك؟ هو بالنسبه للحلول، هو في يعني حلول كتير، يعني مثلا يعني في دول زي البرازيل عملت حلول في التسعينات على نفس المشكله، بس ده كان يعني حل ما ينفعش، يعني كانوا بيقتلوا اطفال الشوارع. احنا مش هنخرج من ظاهره اطفال لظاهره قتلهم، هذه انفس زي تغليظ العقوبه على اهمال الامور. طيب يعني هل بتشوف انها حلول انت في رايك ناجعه؟ أنا مثلا اننا نطبق عقوبه مثل ما قلت الان على اولياء الامور اللي ما بياخذوش يعني هذاك الطفل اللي عندهم كامانه وبيحافظوا عليه، بل بيستغلوه وربما يبعثوه كذلك انه يشتغل او يطردوه، هل في نظرك العقوبه حل؟ هو ده مش يعني مش حل كامل، بس هيأثر بنسبه ان هو يقلل، لكن في حلول ثاني، زي ان مثلا احنا نشجع الاوقاف الاسلاميه هي اللي هي بتلم اطفال الشوارع وتوفر لهم التعليم والرعايه الصحيه والحاجات دي. مثل بالضبط مشروعك يا منى، صح، وهتقلل بشكل كبير. صح، اشكرك يا محمد واشكر كذلك منى من المغرب. طيب منى، يعني انا بشوف انه في دولنا العربية ظاهرة منتشرة كثير، وحتى مرات بنكون في الشارع وطريقة تعامل الناس مع أطفال اللي هم بدون مأوى بتكون يعني مختلفة، بس بتدور حول محور معين أنه في نفور شوية. ما هي أكثر الدول العربية اللي مضرة من أطفال الشوارع؟ شوفي، هو الطفل الشوارع التعامل بين الناس اللي معاهم ما بين متعاطف، يعني في ناس متعاطفة وياهم، وفي ناس تنفر أو تخاف منهم على أساس أن تشغلهم عصابات، يقولك لا ابعدي، هذا يوزع مخدرات، هذا حرامي، بعضهم نشالين. صح، يعني فيكون في ناس عندهم تحفظ من التعامل، يقولك لا أنا ما بتعاطف وياه، مع علم أنه عمره ما راح يطلع مجرم أو تبع مخدرات أو مروج أو حرامي، إلا في الظروف اللي هو وجد نفسه فيها. عملية التعاطف الطفل هذا، حتى نحن في بداية الدراسات اللي قاعدين نسويها للمدينة حاطين دراسات سيكولوجية، إن هذيلا يبانهم إعادة تأهيل نفسيا، من لازم نظرة المجتمع ليهم. لازم هو طفل حاقد، يعني أنت شوفي في مصر كيف استخدموهم في الأحداث الأخيرة، كانوا يكسرون يحرقون بمئة جنيه يولع لك بناية كاملة. استغلوا أشد استغلال مثل القنابل الموقوتة. هذا الطفل ما لم يحب المجتمع ويحس ان المجتمع
يحبه وراح يقدم له يد المساعدة راح يظل حاقد على المجتمع. أستاذة منى الموضوع مهم جدا ولذلك إن شاء الله حتضلي معنا كذلك الفقرة الجاية. مشاهدين لا زال لدينا الوقت لنتكلم في هذا الموضوع، انتظرونا بعد الفاصل. أطفال الشوارع مأساة تعيش بيننا. سنوات تفصل بين الآباء والأمهات وأولادهم، كيف نعبر الجسور ونقرب المسافات؟ عشرات من المسلسلات في رمضان، هل تتابعونها جميعاً؟ بعد الفاصل. مساء الخير مرة أخرى أعزائي المشاهدين في كل مكان، عدنا لكم ومثل العادة أقدم لكم معلومة جديدة في هل تعلم؟ هل تعلم أن هناك حملة ظهرت مؤخرا في مدينة الإسكندرية بمصر تسمى حملة طفل بارع مش طفل شارع؟ وهي حملة بدأها مجموعة من شباب إسكندرية لمساعدة وإعادة دمج أطفال الشوارع. هدف هذه الحملة هو إيصال رسالة للمجتمع وللعالم أجمع أن الأطفال المعرضين للخطر هم أطفال يتمتعون بمجموعة فريدة وجميلة من المواهب والإمكانيات التي يجب علينا اكتشافها وتنميتها. ما زلنا إذن أعزائي المشاهدين نتكلم عن مشكلة أطفال الشوارع في العالم العربي، وما زالت معي هنا بالأستوديو ضيفتي السيدة منى المنصوري سفيرة النوايا الحسنة والمعنية بشكل خاص بحل أزمة أطفال الشوارع. وهنا الإحصائيات سيدة منى بتخلينا نتكلم عليها بطريقة مخيفة مثل ما قلتي. هل هذا العدد في التنامي؟ هل نحن نعيش في عدم مسؤولية المجتمع تجاه أشياء نمتلكها؟ لأنهم قبل كل شيء هم أطفالنا، هم أطفال المجتمع، يعني مش جايين من مكان ثاني، ليه ما بناخدش بالنا منهم؟ طبعا هي راح تتنامى وراح تتنامى وراح يكثر عددهم ما لم يصير في كنترول على الموضوع، ما لم يوجد حل. والحل ما راح نقدر نقول إنه بس على الحكومات أو الدولة نفسها اللي يكون فيها القضية. هاي راح تحل إذا تم في تضافر المجتمع. المجتمع هذه قضية مجتمع، صح، قضية طلعت من آفات من داخل المجتمع، ما طلعت بسبب دولة أو قصور في أي دولة من اللي فيها أطفال شوارع. ولذلك إذا لم يعني ما تضافر المجتمع في المساعدة في وضع حلول، صح، على الأقل راح تتفاقم. نعم، يعني شوفي مثلا هاي الفكرة اللي هي طفل بارع طفل مش شارع، لو كل مجموعة شباب أو نشطاء إنسانيين اجتماعيين تبنوا فكرة مثل هذه، تصوري إيش كثر رح نقدر نحتوي من هذول الأطفال ونقلل من خطرهم، نقلل من الآثار المترتبة، صح، عليهم. وحتى أنهم مثلا لما يكون طفل الشارع يتعطاله أهمية، نسمع له، نبحث فيه عن موهبة، يعني ضروري حيكون حتى هو نفسيته حتتغير وحس أنه عضو يعني من المجتمع. معنا اتصال مشاهدينا على الهاتف سيد كمال محمد أحمد من مصر، وهو المدير التنفيذي لمشروع أنا اخترت الأمل، وهو مشروع تهيئ ودمج أطفال الشوارع. أهلا وسهلا بك سيد كمال وكل عام وانت بخير. أهلا وسهلا وكل عام وانت بخير وتكونوا على خير، و مرحبا بالأستاذة منى المنصوري في بيتها ودارها. الله يسلمك، الله يسلمك. طيب يعني ما هو مشروع أنا اخترت الأمل؟ كلمنا أكثر عنه. هو حقيقة مشروع بياخذ التعامل مع قضية أطفال المأوى بصورة متكاملة، وبيعتمد على الفن في تحسين السلوكيات والعمل على تنمية المهارات لهؤلاء الأطفال وجعلهم قوة إنتاجية للبلد. طيب لابد أن تكون يعني واجهت سيد محمد الكثير من العقبات، يعني حدثني عن العقبات التي تقابلكم في هكذا مشاريع وفي مشروعكم لرعاية أطفال الشوارع. هو حقيقة الأمر أنا ما يعني
انا مش شايف يعني ما فيش عقبات، يعني انا مش شايف عقبات لغايه دلوقتي. حلو سيده منى. ها والحقيقه في الامر، حقيقه الامر ان احنا حتى مش ملحقين. يعني احنا اشتغلنا في الاول على التشبيك ما بين كل الوزارات واستفدنا من كل الامكانيات المتاحه في الوزارات. دلوقتي المشروع فيه هو وزاره الشباب والرياضه، الشريك الاساسي وزاره التضامن الاجتماعي. طيب من متى بدا فيه؟ ممكن الشريك الثاني وزاره الشباب والرياضه بيتاهل في الملاعب، الشريك الثالث وزاره التربيه والتعليم جابت المعلمين. طيب سيد محمد، بس سيد محمد احنا ممكن نكون شويه وصلت خير. سيده منى انت كنت عايزه تقولي. ابغي اسال استاذ محمد، فعليا يعني المشروع هذا بدا فيه ومن متى؟ يعني انا ابغي بس اعرف. المشروع ابتدى يعني هو حقيقه المجلس العربي للطفوله والتنميه تجربته مع اطفال الشوارع قديمه. يعني ابتدينا قبل كده بالمشروع اطفال الشوارع في 5 دول عربيه، كان يهدف الى توفير الحمايه القانونيه لاطفال الشوارع وتغيير النظره السلبيه تجاههم في 5 دول عربيه. يعني استاذ محمد انت عندك الحين اطفال شوارع واشتغلت عليهم، نبغي التجربه هذه نشوفها. التجربه دي وين انت بتأويهم او ما بين سمو الامير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفوله والتنميه، واللي هو كان اطلق دعوه منذ التسعينات اللي هو بيقول معا حتى لا ينام طفل عربي في الشارع. طيب التسعينات، من التسعينات من الحين نحن يعني شايفين العدد في ازدياد، وبعدين ما شفنا ضوء على هاي التجربة الجميلة. يعني نحن هذيل الأطفال لو تحدد لي يعني مين الدول أو الأماكن اللي فيها اللي هم بيمارسوا فيها هاي الأنشطة. يعني نحن تعرف أنا لما أجيت في هذا الموضوع أستاذ محمد وجدت ناس كثيرة عندهم أفكار وعندهم، ولكن على أرض الواقع يعني أنا لما قابلت سعادة وزير في الأزهر أحمد الطيب كان في سؤال، إحنا قلنا الحين لما نبتدي المدينة هذيل الأطفال كيف رح، هل رح نجيبهم من الشارع ونقول لهم تعالوا؟ ما أنت طفل رح تاخذيه متاح لك كل شيء فري، ولكن في نفس الوقت وتيجي تنزعه رح يكون صعب عليه. فهل أنت يعني الحين عندكم أطفال فعلا من أطفال بلا مأوى وأخذتوهم؟ وين المأوى اللي حطيتوه فيهم؟ شو الأشياء، شو اللي أنتم سويتوه يعني معاهم؟ لأنه هي تجربة تقريبا هو طبعا حقيقة احنا ابتدينا من مايو 2014 وقعنا اتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعي. وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية عندها 37 مؤسسة إيوائية للأطفال على مستوى الجمهورية. من ضمنهم اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي مؤسسه في القاهره بها السعه بتاعتها 800 طفل. طيب في اي مكان؟ هو في القاهره فقط. ما في فرق بين جمعيات، ما في دور الاحساس بالامان، ما في فرق بين الجمعيات بالامان. انه الاحساس بالامان لازم هو يكون متواجد معك في نفس المكان عشان تعمل معاه يوم ورا يوم، ليس في الشارع. العمل في الشارع صعب لانك لا تضمن الاستمرار. يا استاذ محمد في فرق بين يعني انت 14 مايو قصدك مايو 2014 يعني تو الحين يعني يعني هم بدوا حتى بعدنا، لكن الاطفال في الدور كثيره ولكنها دور للايتام، دور للجمعيات، في جمعيات ولكن ليست اطفال بلا مأوى. يعني هو تقصد ليست مأوى فرق بين الجمعيات. يعني انا فاهم الحاجات دي. نعم. انا فاهم طفل شارع من طفل في الشارع. نعم. من طفل يتيم، من طفل بلا ما، من طفل في صراع مع القانون، من طفل كل لا. نعم. دي مؤسسه بتأوي اللي هو الاطفال اللي في الشارع. طيب جميل. جميل. هذا شيء جميل. يعني هو التفريق موجود، يعني هي ليست جميل. دار للايتام او دار للمعاقين او دار لفئه معينه من الاطفال، لا. واضح جدا، وانا شخصيا وكلنا نتمنى لك التوفيق ونتمنى لكم كلكم ان شاء الله المزيد من العطاء لانه مش سهله. شكرا لك سيد كمال المدير التنفيذي لمشروع انا اخترت الامل. استاذه منى ما زال لدينا الوقت لنستمع الى المزيد من اراء المتصلين، ولدينا اتصال من عند ناديه من المغرب. اهلا بك يا ناديه. اهلا ناديه، برايك لماذا تزداد ظاهرة أطفال الشوارع في مجتمعاتنا إحنا العربية واللي يعني مجتمعات مسلمة؟ برأيي أنهم أطفال يعني كتلقي أطفال يعني في هما كي
صفتهم أطفال جميلين كثير وهذا، ولكن المشكل أنهم يعني مدمرهم ذاك التشرد. هذاك التشرد الأساس ديالو كيجي من المبدأ العائلي. المبدأ العائلي أنهم مكي والديهم كي هما اللي كيجعلوهم أنهم كيخرجوا للتشرد كيتشردوا، لأن ما كتكونش إمكانيات كثيرة. وعادة مثل ما كنا بيكون ناتج عن تفكك أسري وعن مشاكل أسرية، ولكن مشاكل برأيك أنت يعني إذا إحنا دخلنا في الموضوع المشاكل. أكثر يعني ما هي أهم المشاكل اللي ممكن طفل شارع واللي كبر في الشارع أنه يواجهها؟ يقدر يتوجه بزاف الحويجات بحال هذا العنف، يتمارس عليه واحد العنف جنسي، صح، الضرب، يعني اي حاجه كتوقعيها كتكون خايبه. هو معرض لكل انواع الاستغلال. عندنا اتصال هاتفي ثاني معنا. زهره من الجزائر، اهلا بك يا زهره في انت ونبيله. اهلا وسهلا بك، رمضان كريم. رمضان كريم ان شاء الله. طيب رايك يا زهره في الظاهره اللي بنتكلم عليها، هل هناك فرق مثلا ما بين المتسول وما بين طفل شارع والطفل الذي بنلقاه مرات بيبيعوا سلع بسيطه كده في الشارع؟ في نظرك هل هناك فرق، وشو رايك انت شخصيا في الظاهره؟ لا، هو في الحقيقه لا يوجد فرق بين متسول ولا اطفال شارع، طفل شارع ولا يعني هما يعني في المجتمع تاعنا ينظروا ليها بنفس النظره. سيده منى، انت متفقه معها؟ والله شوفي، انا اعتقد انه مش بس المشاكل الاسريه والهاي، الدول الفقيره يزيد فيها نسبه الاطفال الشوارع، يعني الفقر ايضا يلعب دور في عدد وحجم أطفال الشوارع. يعني عملية الاغتصاب والهاي هذه إحدى العوامل، ولكن ما نقدر نحن نحطها. هو الاضطهاد اللي يمارس على الطفل خاصة إذا كان يتيم ما حصل الخلافات الأسرية. أشكرك شكر جزيل سيدة منى المنصوري على حضورك وتواجدك معي في أنت ونبيلة. شكرا، أنا شكرا سعيدة لكم وللقاء هذا. شكرا لك. أطفال الشوارع إذن ضحايا أم جناه؟ أيا كانت الإجابة فهم صنيعة مجتمعات أهملت أهم من فيها وهم أجيال المستقبل. أراكم مشاهدينا بعد الفاصل. كيف تتفاهم الأم اليوم مع ابنتها مع التطور المذهل الذي يزيد الفجوة بينهما؟ سباق المسلسلات على عشرات القنوات على الشاشة الصغيرة، أيهما الأفضل؟ بعد الفاصل. عدنا مرة أخرى مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. الفجوة بين الأجيال مصطلح يستخدم لوصف الاختلافات بين الناس من جيل الشباب والجيل الأكبر سنا، وخاصة بين الأطفال وجيل آبائهم وأمهاتهم. لم يصبح الموقف مثل العقود الماضية، فعلى الرغم من بعض الخلافات والاختلافات القائمة بين الأجيال على مر التاريخ، فالآن تضاعف حجم الفجوة بين الأجيال بسبب زيادة سرعة التغيير الثقافي في العصر الحديث بين الجيلين، خاصة ما يتعلق بأمور مثل الأذواق الموسيقية، الأزياء والثقافة والسياسة إلى آخره. اليوم معي هنا بالأستوديو ضيفتين من جيلين مختلفين. معي من مصر داليا كمال، وهي أم لأدهم وهو يبلغ من العمر 10 سنوات، وكذلك أم لفريدة واللي بتبلغ من العمر 13 سنة. أهلا بك يا داليا. أهلا بك نبيلة. أهلا يا فريدة. أهلا نبيلة. طيب أول شيء بدايتي حتكون على يعني الفارق اللي ممكن تشعر به داليا ما بينكم وبين فريدة مثلا، هل هناك بجد مثل ما بيقولوا فوارق ما بين الأم والبنت؟ طبعا في فوارق طبعا بيننا، مع انه يعني انا بحاول ان احنا نبقى اصحاب معظم الوقت، وكذلك لانه الفرق في السن يعني مش كثير، مثل يعني مش اكثر شيء ممكن نعطي به مثال، ولكن هل رغم ذلك بتحسي في ايامك العاديه انه مختلفين؟ طبعا في اختلافات، وانا دايما بحس ان انا بس اللي شايفه الاختلافات، وبحاول
اقللها قد ما اقدر. فانا اللي دايما بعمل تنازلات يعني. زياده كمان على كده ان احنا كنا شايفين اهالينا قدوه وما عندناش اي مصدر للمعرفه او للمعلومات او لاي حاجه غيرهم واللي هم بيسمحوا بيه. دلوقتي مشكله الجيل انه هم عندهم يعني قنوات للمعرفه متعدده وعندهم فضول لا ينتهي. فهم يعني بيحلوا مشاكلهم يعني عايزين نعرف اي حاجه. ما بنرجعش للقدوه او للاهل. الان انترنت هم جوجلت. بالظبط جوجلت. فريده عايشه حياتها بتجوجل كل حاجه وتعرف بتجوجل اكتر مني. بتعرف تعمل كل حاجه اونلاين. حتى المعلومه مرات ما بقتش بتجي من عند الاب للطفل يعني مرات اكثر بتكون العكس. يعني هي بتقول لك ماما انت عارفه انه بيحصل هذا الكلام. طبعا بيحصل الكلام ده كتير كل يوم. بيحصل كتير يعني بيحصل واحنا بنتفرج على التلفزيون وبيحصل واحنا بنتكلم في بيحصل وهي بتذاكر بيحصل في مواقف مع اصحابها. في حاجات كتيره قوي انا ما ببقاش عارفاها وبتقول لي كذا. طب عرفتي ده منين؟ اي جوجلد ات. فلا في طبعا فجوه كبيره اكبر بكتير من الفجوه الطبيعيه اللي بين الاجيال الطبيعيه اللي بيني مثلا وبين اهلي او بين اهلي واهلهم. صح. لا دي فجوه جامده يعني. طيب فريده احنا الان نتكلم عليكي يعني احنا بنشوف حاجات تعمليها انت بطريقه عاديه في الايام العاديه بس عادي. بالنسبه لماماك بتشوفها مختلفه. ايه رايك في الموضوع لما بنقول انه انت في فجوه بينك وبين ماماك؟ انت بتشوفي الحياه باي طريقه؟ يعني ساعات بحس انه في فرق بيني وبين مامي. ان هو مثلا لما ابقى انا بتكلم في حاجه وبعدين اقول في النص ابريفيشن او حاجه وبعدين الاقي انه حد بيسالني مش لازم مامي ممكن اي حد اكبر مني بيسالني اللي هو يعني ايه. وبعدين ساعات بحس ان الحاجه اللي انا انترستد فيها مامي مش بتبقى عارفاها قوي. مثلا انا لو انا بحب دلوقتي حد معين مثلا سيلينا جوميز مثلا ولو جيت اتكلم معاها عن مامي احس ان مامي مش عارفاها. يعني هي عارفه الاسم عارفه شكلها بس كتريفيا انا ما اعرفش شكلها والله. سيلينا جوميز يعني اسمع الوان دايركشن ما بتحبيهمش بنفس بس عارفاهم. بس انا لا يعني انا عارفه ان في فريق اسمه وان دايركشن بس طبعا ما اعرفش اي حاجه عنه غير انه البنات اللي في سن فريده بتحبوه شايفه ان ده هبل بس انا مش ما اعرفهمش. طيب شو رايكم داليا وفريده؟ عندنا اتصال هاتفي من عند الاخضر من الجزائر. اهلا بيك يا الاخضر. صباح الخير. سعدنا بيكي بالنجمه الاعلاميه وكل طاقم الفريق الاعلامي للقناه. وانا اسعد بيك من الاخضر من الجزائر. تفضل. طيب الاخضر في نظرك انت بتشوف انه عصر التكنولوجيا الذي نعيشه الان هو اللي تسبب في زياده الفجوه ما بين الاهل والابناء؟ والله موضوع شيق وطويل ومتشعب لا يمكن حصره في دقائق. صح. اردت ان اضفي شيء لان الواقع نعيشه يقولون لماذا المجتمع تغير. فمن وجهة نظري أن الزمان وعقارب الساعة تدور نفس الشهر ونفس السنة ونفس الفصول، لكن الذي تغير هو صدق المبادئ والشعور. لأننا نحن كذلك توارثت تحت زيف أقنعة أصبحنا نحب المال ونحب المظاهر والظهور. فجيل أبائنا وأمهاتنا وجيل اليوم كان جيل الماضي مثلا يقدر المفاهيم مع مثلا على سبيل الذكر لا الحصر جيل الحاضر كجيل السابق كان يقدر المعلم ويحترمه ويقدر ما تعلمه. أما جيل اليوم للأسف الشديد ولا نعممه إنما في فئة معينة أن المعلم على سبيل المثال يشيش مع الطالب ولا يقدر ما يعلمه. أردت أن أبدأ يعني هذه من المظاهر يمكن اللي خلات الأمور تتزن بطريقة مختلفة. أنا متفقة معك فيها لأنه حاجات كثيرة تغيرت من اللي كنا نشوفه من زمان اللي نشوفه الآن. حتى من مثل ما معطلت مثال ومثال رائع جدا على مثال المعلم. طيب أنا سؤالي لكم بسرعة قبل ما نأخذ الاتصال الثاني، أنتوا فاهمين يعني بالضبط النقطة اللي هو كان بيتكلم عليها الأخضر من الجزائر؟ متفقة معها أنت؟ طبعا بنسبة 100%. وبشوف ده في
يعني في مصر في المدارس. انا شايفه انه طبعا دلوقتي ما بقاش فيه يعني احترام للمدرس زي ما كان موجود قبل كده، لانه هو بنرجع تاني لنفس النقطه، لانه الطالب حاسس ان هو ند ليه عارف زيه نفس المعلومات اللي هو عارفها. وكذلك المعلومات ممكن نوصلها بطريقه ثانيه، فبالتالي يعني ما بتفيدنيش بنفس فريده. رايك هنا بحس انه معظم الناس بتبقى شايفه ان المدرس دي حاجه مش مهمه قوي في المدرسه، ان احنا ممكن نقعد في الفصل وندخل على جوجل ونلاقي نفس المعلومات. ويعني مع ان انا شايفه ان هو المدرس مهم وكل حاجه، بس يعني ساعات بحسهم بيبقوا المدرسين فاكرين ان هما لو هما ما قالولناش المعلومه احنا مش هنلاقيها بس. فانا بحب اكتر لما المدرس مثلا يقول لنا ادخلوا دوروا على حاجه يشرحكم كانه هو في الطريقه التدريسيه التعليميه، كانه مثلا جايد بدل ما هو بيدينا المعلومه وخلاص. قبل ان ننهي هذه الحلقه ساتحداكما في لعبه مثل العاده لعبه صغيره حتى نشوف اذا كان في بجد يعني فرق ما بين الاجيال. حضرات طيب يلا بينا. طيب داليا وفريدة، لعبتنا هتكون على الشكل التالي، هي أسئلة هسألها لكم ولكن الطريقة في الجواب لازم تكون بدون تفكير، يعني ما تاخدوش وقتكم الكافي في التفكير، هو اللي بيجيكم على بالكم الأول هو اللي بنبحث عليه. يلا بينا. السؤال الأول إذن هنشوفه مع بعض هنا. السؤال الأول، من هو الممثل العربي المفضل لديك فريدة؟ ممثل عربي أحمد مكي. عمر الشريف. أحمد مكي، عمر الشريف. طيب بين الفرق شوية. احنا في الأخير حنستنتج المغزى من اللعبة. السؤال الثاني ليكي فقط أنت يا فريدة، هل تعرفين عنوان أغنية لعبد الحليم؟ هو أنا أعرف أغاني بس ما أعرفش العنوان بصراحة. حاولي تفكري كده من الأغاني اللي سمعها لعبد الحليم. لا. اوكي يعني عبد الحليم ما عندوش أي تايتل. طيب السؤال الثالث حيكون ليكي فقط انت يا داليا، هل تعرفين عنوان اغنيه لجاستن بيبر؟ لا طبعا. انا حابه الطبعه دي. لا طبعا ابدا. ابدا ما اعرفش ليه انا جاوبني الاجوبه على الاثنين، يعني انا مين؟ انا في الوسط. انت ان ذا ميدل. طيب هنروح على السؤال الموالي وهو ليكي انت يا فريده، صفي اليوم المثالي بالنسبه لك وانت بصحبه ماماك. نحن يعني نصحى متأخر شوية وممكن نخرج مع بعض، مثلا نقعد في أي حتة نتكلم وكده، وبعدين شوبينج طبعا. وفي الآخر نروح بوك ستور أو حاجة اللي هي تثقيفية بالنسبة لك. طيب هذا اليوم المثالي بالنسبة لك، حلو الفكرة أنا عجبتني. طيب نروح عند السؤال اللي هو نفسه تقريبا بس ليكي أنت يا داليا، اليوم المثالي بالنسبة لك لما بتكوني أنت بصحبة فريدة، يعني اليوم أصلا بتاعها وأنا اللي معاها؟ لا اللي هو اللي تحبيه أنت لما تكون هي معاكي، مش لأنه هو يكون مخصص ليها، لا تحبيه أنت وهي معاكي، شو تحبي تعملي وهي رفقتك؟ أروح السينما. أوكي. على أي نوع من الأفلام؟ على أي نوع من الأفلام وهي تكون معايا أنا، يعني بس ده أعتقد إن هو مش هيبقى جنريشن جاب، هو بس يعني أنا هحب دايما إن هي تكون معايا في أي فيلم أشوفه. ما هو دي الأمومة يعني وطيبة الأم، أنا خلاص معايا في كل مكان. لا اليوم يعني مثالي أنه مجرد أنا معايا فهو يوم مثالي. لا يعني إحنا عندنا في أيام كتير لطيفة يعني بنقضيها مع بعض، يعني إحنا أصحابها كلهم أهاليهم أصحابي برضو، فإحنا في كتير بنقضي أيام فيها رفقة الجميع فيها كتير. طيب هنروح إلى السؤال اللي بعده وهو ليكي أنت يا فريدة، ما هي الكلمة التي تقولها لك أمك دائما من باب المزحة؟ يعني لما بتحب تهزر معاكي مثل ما بتقول عادي ساعات، يعني حاجات مختلفة ساعات، مثلا أنت بتسمية معينة بتقول لك يا فلانة، ساعات بتقولي يا فاري أو يا فرودة. يا فاري فرودة. طيب لما بزعليها ما بيكونش كلام، بيكون في فعل. طيب السؤال اللي بعده ليك انت يا داليا، هل تعرفين ما معنى الاختصار TBT؟
لا ما اعرفوش. بس هو هيبقى يعني انترنت سلانج، بس انا ما ماليش في يعني الموضوع ده. لا يعني يعني هم بيكلموا بالحروف، انا ما بعرفش افهم الحروف. وهنا هنحتاج كلنا بصراحه مساعدتك القيمه يا فريده. تي بي تي يعني ايه؟ تي بي تي هي انستغرام ترند، اللي هو لما نحط صور قديمه، وهي ستاندز فور ثرو باك ثيرزداي، عشان بتبقى يعني يوجوالي ده بدا يوم ان هو نحط صور قديمه جدا يوم الخميس. كل ده جري واحنا كنا ولا على بالنا. طيب هي صور بتتحط تقريبا يوم الخميس وبتكون بتدل على حاجه قديمه. هي بدات يوم الخميس، بس هي دلوقتي الناس بتحطها في اي حاجه، وهو هاشتاج على الانستغرام، ومش حاجه قديمه، اللي هو حاجه الفراعنه يعني، حاجة مش ميموري قديمه مثلا. انا وانا صغيره كده. شكرا يا فريده، والله نصيحه قيمه وتعلمنا منك شيء اليوم وانا كمان. طيب شكرا جزيلا لكم داليا، شكرا لفريده، ونورتوني فانت ونبيله. مشاهدينا استمتعت كثيرا بمناقشه المسافات بين اجيال الاهل والابناء، وبالتاكيد مهما زادت هذه المسافات فلا بد ان يلتقوا في المنتصف من اجل حياه اسريه اكثر تفاهم. لن ينتهي وقت البرنامج بعد، ابقوا معنا ومزيد من المواضيع بعد الفاصل. ما بين كوميدي وسياسي واجتماعي وتاريخي، اختلفت الأذواق في مسلسلات رمضان، نناقش بعد الفاصل. شهر رمضان الكريم هو موعدنا السنوي مع أعمال الدراما، أعمال نترقبها، وكأن أهم ما في رمضان هو تلك المسلسلات التي تبثها شاشاتنا الصغيرة. بعد الإفطار الملايين يتجمعون أمام التلفاز حتى ولو اختلفوا حول ما يريدون مشاهدته، ففي رمضان هم متأكدون من إيجاد ما يروق لهم. للحديث إذن عن مسلسلات رمضان 2015 بتفاصيلها، يسرني أن أرحب بلانا الجندي من سوريا، الكاتبة والصحفية، والتي من خلال برنامجها اكتشفنا كواليس الدراما العربية هذه السنة. أهلا وسهلا بك لانا. مرحبا فيك نبيلة، شرفتيني. وأنا أنا حاسة بخبرة مسلسلاتية دراماتية قاعدة بجنبي. طيب لانا، أنا عرفت أنك عملتي برنامج زرتي فيه معظم يعني مواقع تصوير المسلسلات اللي شفناها في طيلة رمضان، حدثيني أكثر على هذه التجربة. برنامجي هي ثالث سنة، لأنه أنا بموسمي الثالث، اسمه كواليس النجوم، وهو البرنامج الأول يلي بيدخل فعلا لكواليس معظم المسلسلات العربية. خليني أقول لك أنه أنا بشوف يعني بخبرتي بالمجال الفني بستعرض الخريطة الأهم للأعمال اللي بحس هي اللي رح تنجح السنة، أو هي يعني اللي أنت في الأول بيكون عندك يعني شوي عندي شوي فلتراج إذا بدك، وبروح بعدين بصور هدول الكواليس وباخذ فكرة عن المسلسلات كلها حتى من قبل ما تبدأ. مسلسلات كلها بدايتها ونهايتها. تماما. احنا مش حنتكلم عن نهاية. كل النهاية. بس هذيك لي أنا فقط، عشان خلصت رمضان كله الآن. جيتي في المناسبة يعني في الوقت المناسب. طيب لنا، أنت بنظرك أحسن مسلسل في رمضان؟ شوفي لسه كتير بكير أنك تقولي أفضل مسلسل برمضان، ولكن إحنا هلأ تقريبا بالعشر يعني أيام الأخيرة فينا تقريباً نقول أنه العمل يلي لهلأ كان مستوفي الشروط لحتى يكون العمل الأفضل. يعني بنظري مسلسل غدا نلتقي هو الوحيد اللي خارج المنافسة، لأنه لهلأ استوفى كل الشروط. لسه في عندك عشر حلقات ممكن يوقع فيها المسلسل وممكن لا، فلذلك أنا لهلأ بشوف هذا العمل هو الأفضل إخراجيا على كل الصعد، كنص، كأداء، كإخراج، كإنتاج. طيب وحتى الإديتينج، حتى فكرة المونتاج كانت كمان، والموسيقى، كان عمل متكامل. طيب والمسلسلات المصرية الكثيرة اللي شفناها رمضان كله، ما فيش حاجة يعني عجبتك ولا؟ لا أكيد. يعني حيكون في حاجات عجبوك أكثر، بس الأحسن فيهم ما في مسلسل ما في خطأ، كل واحد له أهميته. وطبعا احنا لما بنقول أخطاء ما بالضرورة احنا عم ننزل من قيمة العمل. يلي لفتني على مستوى كتير كبير كان طريقي، لأنه نص رائع لتامر حبيب،
أداء شيرين عبد الوهاب أنا بتصور أنه هو أفضل أداء لمطربة حتى الآن دخلت التمثيل. هي أصلاً شيرين بطريقة يعني وبصفة عامة بتحس بها قريبة من القلب تماماً. وعندها إحساس مختلف. وبظن وجود كمان باسل خياط كممثل محترف كمان هو عمل شكل جديد بالدراما والأداء. يعني في لعب كتير حلو بيناتهم كممثلين. الإخراج لشاب موهوب وجديد عمل مود للعمل. ايضا في مسلسل تحت السيطره اللي فيه مجموعه كثير كبيره من الشباب الرائعين يعني محمد فراج السنه مشتغل بشكل مذهل. نلي كريم خلص طلعت من فكره المنافسه لانه كل سنه في عندها اداء أكثر. مذهل اخر يعني ايضا ظافر عابدين السنه لمع نجمه اكثر من اي سنه اخرى لانه كمان سنه مساحه الدور اللي منعطايه له والنص كمان جميل جدا لمريم نعوم الكاتبه. يعني بشكل عام السنة بحس أنه تحت السيطرة ربما يكون هو أفضل الأعمال المصرية حتى الآن. طيب تكلمنا عن الأعمال المصرية ونرجع شوية للدراما السورية اللي رجعت يعني بقوة من جديد. هل في نظرك حافظت على نفس المستوى بعد هذا الغياب اللي ممكن نقول أنه يعني غياب صغير؟ نبيلة ما بتصور لسه الدراما السورية رجعت بخير يعني نحن لسه لهلأ هي محاولات لا عودة الدراما السورية. بتقولي الدراما السورية رجعت بخير لما بيكون في عندك حوالي 15 عملا مثل من أصل 30 يعني. ولكن غدا نلتقي معلش جاية غدا نلتقي. أنا بقولك أنه هو خارج المنافسة العربية السنة وعلى مسؤوليتي بخبرتي الشخصية. على غدا نلتقي معناها غدا يعني إن غدا يمكن إن غدا لنظره قريب يمكن إن غدا لنظره قريب يعني الدراما السورية عم تجرب تتعافى. بس لما بيكون في عندك أعمال مصرية بهي التقنيات العالية وبهذا الإيقاع السريع تبع النصوص لا أكيد ما فيك تقارنيها لسه الدراما السورية شوي ورا. احنا حناخد اتصال انا وياك يا لنا ومعانا ايمان من تونس. اهلا بك يا ايمان في انت ونبيله. عسلامة. اهلا وسهلا بك وشكرا لسماحي بالمشاركه. اهلا بك. هذا برنامجكم كلكم واحنا اللي بنشكركم على تفاعلكم على الفيسبوك وعلى تسجيلكم لبياناتكم حتى يمكننا اننا نكلموكم ونتصلوا بكم. طيب هل هناك بنظرك عمل درامي اعجبك انت هذه السنه دون غيره؟ أنا حقيقة ما عنديش 30 ساعة في اليوم عشان أتفرج على كل المسلسلات، أوكي؟ هو صح. يعني تفرجت على البعض منهم. للأسف كانت وجهة نظري تجاه المسلسلات سلبية، للأسف يعني. مثل، أعطينا مثل، يعني مثلاً الحاجات مثل اللي يعني عملين، عمل مصري اسمه حارة اليهود، وعمل تونسي اسمه حكايات تونسية. حكايات تونسية اللي هو سلسلة رمضانية كذلك. للأسف الأعمال هذوما الاثنين ما كانوش. حارة اليهود واحد من أهم الأعمال بس الأداء تبع الممثلين في غلب الإخراج. يعني بظن المنقذ الوحيد بهذا المسلسل هو أداء ممثلين محترفين. هو عنده أهم كاست بس الإخراج كان كتير مدرسة قديمة إخراجية. عموما المخرج هو بعده جديد يعني بعده غض يعني كتجربة يمكن أول تجربة إخراجية لإله أو الثالث عفوا ثالث تجربة إخراجية. الواحد أنا بشوف أنه يعمل يعني مسلسلات تتكلم على حقبة الخمسينات مثلا. فحناخذ اتصال هاتفي من عند يوسف من مصر. أهلا بك يا يوسف. ألو 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 يوسف. عدد المسلسلات اللي أنت بتتابعها هذه السنة وبصراحة؟ أنا بتابع مسلسلات خفيف يعني مش منتظم على المسلسلات طبعا كلها أكيد. بس أكثر مسلسل منتظم عليه هو مسلسل العهد بسبب أنه قصته غريبة وهو في قصة غير مباشرة وبيحكي حاجات جميلة يعني واللبس والإنتاج بتاعه مختلف يعني مسلسل مختلف عن بقية المسلسلات فشددني يعني السنة دي. أنت بتفق معاه على مسلسل العهد؟ مسلسل العهد واحد من أهم المسلسلات. أنا الحقيقة ما عندي كتير فرصة أني أشوفه على طول بس أنا عم تابع بحكم شغلي. نص رائع لمحمد أمير راضي. إخراج ساحر جدا والأجواء جميلة جدا. طبعا فيك تسقطي كل القصة على مرحلة اليوم. بكفي مسلسل فيه تقريبا 16 نجم ونجمة من العالم العربي. دايما بسأل نفسي نفس السؤال كيف بيقدروا يجمعوا هذا الكم الهائل من الفنانين ويعني وكلهم بيكون رمضان ذكي مثل طارق يعني الجنيني بيقدر يجمع هذا النوع من
من الفنانين والستارز والنجوم. للأسف انتهى وقت البرنامج والوقت معك يا لنا بيعدي بسرعة كثير. أشكرك جزيلا لمشاركتك وأنك شرفتيني فأنت ونبيلة، وإن شاء الله نتلقى في حلقة ثانية إن شاء الله. مشاهدينا إذن نذكركم أنكم يمكنكم أو تستطيعون أيضا المشاركة بآرائكم عن طريق التسجيل على صفحتنا على الفيسبوك، وأيضا عن طريق متابعتنا على حساباتنا تويتر وإنستغرام. أراكم في الحلقة القادمة من أنت ونبيلة. إلى اللقاء.